السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ديال هذا النهار هذا غادي نتعرفوا على واحد الميزان مهم تيكون عند البقالة عند صحاب الحوانت ولا عند السيدات في البيوت، ميزان ديال المطبخ ولا ميزان ديال التبقالات. وهذا الميزان هذا هو هذا كما تتشوفوا، ميزان الكتروني فيه لافيشور اللور وفيه لافيشور القدام. الكرتونة ديالو هي هادي، ولكن حنا تنشوفوه ما تنعرفوش نستعملوه، والاستعمال ديالو العادي راه باين، ولكن كاين مسائل اخرى اللي ضروري خصك تعرف. ولكن اليوم انا معكم في هذا الفيديو هذا باش غادي نكشف بزاف ديال الحيل اللي تتعلق بهذا الميزان هذا. غادي نعرفوا كيفاش بقى نعبروا بزاف ديال المسائل بلا ما بقى نغيروا العبار، بلا ما بقى نكتبوا كل مره نكتبوا الثمن ديال كل ماده، ولا غادي نبقى نعرفوا كيفاش نعبروا 10 ديال المنتوجات مثلا، نعبروا 10 ديال المنتوجات في خطره بلا ما نهزوا الورقه والستيل ونكتبوا فيها. يعني انه هو غادي يبقى يدير لاصوم، يبقى يدير كلشي. التقنيات كلهم غادي نعرفوهم، وغادي نعرفوا الطريقه ديال الصيانه ديالو، الطريقه الحطه ديالو، كل ما تيتعلق بهذا الميزان هذا لانه مهم بزاف. بقاو معايا في هذا الفيديو هذا، غادي نكتشفوا جميعا. وقبل من داكشي دعوة اخرى الى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات باش يبقى يجيكم ديما الجديد، ونتلاقاو بعد هذا الفاصل هذا. السلام عليكم من جديد. فبعد ما تنخرجوا الميزان من الكرتون ديالو، تنفيريفيو بانه ما مقيوس ما والو، تردوا البال بان عنده واحد البروتيكسيون هنايا، ها تنشوفوه بان عنده الرجلات ديالو كما تشوفوا معايا. الميزان هو هذا، فيه لافيشور اللور وفيه لافيشور القدام. عنده هنايا بلاصه ديال الشعيل ما تيشعل اون اوف، عنده هنا بلاصه ديال الشحن. فاش نحطوه في الارض ضروري خص هاد كما تشوفوا هنا معايا واحد ميزان الماء تيريقلو. هاد ميزان الماء هذا تيتريقل باش يبقى الميزان مسطح، المستوى ديالو ما مايل ما والو، حتى الا كاين مايل تنريقلوه بهاد الريقلاجات هادو. مسألة مهمة اللي خصنا نردو لها البال فاش أول استعمال ديالو هو الشعيل ديالو. فاش نبغيو نشريو كاع نقدرو نسيو عند مول المحل ولا عند البائع اللي شرينا منو هاد الميزان هذا، ضروري خصك تشعلو قدامو. إلا ما شعلتيش قدامو وصلتي للدار راه ما يقبلوش منك إلا رديتي عليه. دونك خصك تشعلو باش تعرف بأن هاد النماري كلهم خدامين، لا هنا لا هنايا. باش غادي تعرفهم خدامين ولا هكذا تتشعل وتطفي، تيبان كلهم التمنياوات. يعني ان جميع لي سيغمو دوك تيتسماو دوك الشريطات ديال الحروف ديال الارقام باينين كلهم، لان الا ناقصه شي شريطه بحال دابا ناقصه 8 ناقصه فيها غير شريطه تقدر تولي 6 ولا تقدر تولي 7. مساله اخرى الصونيت، تسمع الصونيت ديالو، هذاك الصونيت راه تنبيهات تعرف انت هما عندهم دور حتى هما تيلعبوه. وتعرف واحد القضيه بان هذا الميزان هذا ما خصكش تفوت ليه 40 كيلو، 40 كيلو غرام الله يجعل شي بركه، الا فتي لي 40 كيلو غرام غادي يبقى يصوني وما غادي يعطيك حتى حاجه. مساله اخرى هي ان هنايا ثلاثه ديال لي زافيشور، هنايا الوزن بالغرام، هنا الثمن، هنا تيعطيك الثمن ديال الكيلو، هنا الثمن ديال هذاك الكميه اللي حطيتي هنايا. هنايا لي ميموار تيعطيك واحد المجموعه ديال لي ميموار باش يعقلوا على لي بري ديال المواد، لان الا كانوا كثار عندك المواد وكنتي شي ماده تستعملها باستمرار كل مره غادي تبقى تدخل الثمن ديالها غادي يكون داكشي تضيع الوقت ولا هكذاك، ماشي بحال بركتي على بوطونه واحده بحال بركتي على ثلاثه ولا اربعه. هنايا تعطوك 6 ديال لي ميموار، يعني ان 6 ديال المواد اللي تستعملهم يوميا وتيخرجوا عندك يوميا محسن دير لهم دخلهم في الميموار باش يعقل عليهم الميزان. هاد البوطونه الصفراء تعطيك السطوع ديال الارقام، كل ما بركتي عليها تتزيد ولا تتنقص على حسب الرغبه ديالك انت، على حسب النهار ولا الليل. حنا نخليوه كذا مجهد باش يصورنا مزيان. هنايا الزيرو باش تردوا الميزان للزيرو، لان قبل ما تعبر بيه خصك تردوا للزيرو، ما خصش يكون خاوي، خصو يكون يعطي زيرو، ما يمكنش غادي يعطينا اكثر. هنا الطاره غادي نعرفوا الطاره ديالها، هاد الطاره هادي غادي نبداو بها دابا باش نحيدو علينا. هادي بالنسبه للبقال اللي تبقى يعبر ضروري خصو شي اناء هنايا باش يبقى يعبر فيه، تيحط هذا تيحط واحد الصحن بحال هكذا، ولكن هذا الصحن هذا تيعبر 22 غرام. هاد 22 غرام هذه ما خصوش يبقى يعبرها للناس، دونك خصو يردو للزيرو. باش يردو للزيرو غادي تولي هذه داخله مع الميزان، حتى هي بياسه ديال الميزان داخله في الميزان تيردو بالطار. دونك فاش تبرك على الطار تيولي هذه داخله في الزيرو، يعني حطيتي هنايا تتعبر هذه ما تتعبرش هذه تتعطينا الصفر. كما تتشوفوا الى حيدنا غادي يعطينا ناقص 22، ولكن حطينا تيعطينا صفر. متفقين على هذه القضيه، هذه هي هذه الدور ديالها. هذا الام ان هو اللي تيجمع لنا، الا كانوا عندنا بزاف بغينا نعبروهم في خطره غادي يجمعوا منا بالام بلس. هذه السي هذه هي تتردو ريزيت على اي، غادي نديروا مثلا امثله هي اللي غادي تقرب للمساله وغادي توضح المساله، حتى اللي ما فهمش يقدر يبقى يعاود الفيديو جوج مرات ولا ثلاثه وغادي توضح لي المسائل ببساطه. دوك عرفنا الطاره
طاره خصو يريقلها باش تولي صفر. دونك غادي نحيدو هاد لاطاره هادي بعد ما وريتكم كيفاش تستعملوها، ولكن باش نحيدوها تنحيدوها تنريقلو الميزان كيما درنا في هاد كنبركو على طار. دونك هي ولات صفر، يعني انا هادشي اللي كاين هنايا تيولي كله صفر. دابا غندير واحد العمليه ديال العبار عاديه. العمليه هي ان تنجيبو داكشي اللي بغينا نعبرو تنحطو هنايا، تيعطينا شحال من غرام فيه، بحال دابا مثلا هذا فيه 6 غرام. هنا الثمن مازال ما ركبناه، دونك الثمن هو اللي تنركبو بهاد الارقام هادو. مثلا 10، هاد 10 هادي تقدر تعني 10 دولار، تقدر تعني 10 دراهم، 10 ديال اللورو مثلا، ما تيهموش هو الميزان، المهم عطيتيه انت العمله اللي خصو يضرب في الكميه باش يعطينا الثمن ديال هاد الكميه هادي. دونك 86 غرام بهذا الثمن هذا ديال 10 درهم هو عطانا 4.86 درهم. دونك هذا الثمن ديال هذه الكميه هذه اللي عبرنا دابا حنا هي 4.86 درهم. هذا هو العبار العادي، العبار الاولي، الطريقه ديال العبار. تدخل تتحط اللي بغيتي وتدير الثمن ديالك كما بغى يكون، تعطيك الثمن النهائي، سواء اللحم سواء الدجاج سواء اللي بغى يكون، تعطيك الثمن النهائي. دابا مثلا عندنا ثلاثة ديال الحويجات هنايا، وما بغيناش كل مرة بقى ندخلو الثمن ديال 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 هادي وهادي وهادي. غادي نستعملو هاد الأرقام هادو لي ميموار، غادي نستعملو هاد الميموار ديال إم أن إم دو إم تروا وهي غادية. مثلا غادي ندخلو هاد الحمص هذا في إم أن، وغندخلو اللوبيا في إم دو، وغندخلو الرز في إم تروا، وغنديرو لهذا 10 درهم 20 درهم 30 درهم. عقلوا معايا على هاد الأرقام باش غادي نسهلو الشرح. دونك هذا غادي نديروه 10 درهم، ها هو غادي نديرو كدا. غادي نمشيو نكتبوا 10، ها هي تكتبات 10. غادي نفتحوا الميموار، غادي نفتحوا، غادي يعطينا السيف هنايا، وغادي ندخلوا مثلا في ام ان. هو دابا ندخل في ام ان 10. دونك هذا فيما هزينا غادي نبقى نمشيو للام ان، غادي يبقى يعطينا 10 درهم عاد ممكن نركبوها، لان كاين الارقام اللي تتولي 10 فاصلة كذا وكذا. دونك هذوك داك اللي ديطاي تيعطلوك انت فاش تبغي تخدم، وتيكونوا الناس تيتسناو، تيتعطل انت غير في الكلافي. هذه مثلا ندير لها 20 درهم، مثلا تندير لها 20 درهم، تنفتحوا الميموار، تنبركو على ام 2، هي دخلات. دونك هاد الكميه هادي تتسوى 11 فصيله. تنمشيو لهاد الروز هذا كذلك، غادي نديرو ليه 30 درهم مثلا، غادي نمشيو 30 درهم ها هو، غادي نفتحو الميموار، غادي نديروه في ام 3. دونك حنا دابا دخلنا هاد ثلاثه د المواد هادو في الميزان، الميزان عاقل عليهم. تتمشي مثلا اشنو غادير، مثلا بغيتي تعبر اللوبيا، غادي نشوف واش مازال عاقل على 20 ولا ما عاقلش على 20، تتحطها هنايا. تتبرك هادي درنا في 2، هايو عطانا 20. مثلا بغينا نعبرو الحمص، نعبرو مثلا غير هاد لاكونتيتي هادي، مثلا غير هاد لاكونتيتي هادي، هادي كنا درناها في ام ان، هاو عطانا 10. دونك هاد لاكونتيتي هادي، هاد الكمية هادي عطات 3.54 درهم. مسألة بانت دابا، هذا كذلك كنا درنا ليه 30 درهم، هاو ولا هنايا غديرو ام 3 30 درهم، يعني الكمية اللي عطيتيه تيعبرها لك. دوك ها هو دابا الميزان ديالنا عاقل على الاثمنه ديال هاد ثلاثه المواد هادو، عاد ممكن ندخلهم. يعني ان البقال دوك المواد اللي تيتمشاو ليه بالزربه بالزربه ديما ومسربين عنده بلا ما بقى يدخل، كل مره الثمن الثمن يدير غير واحد الميموار، سورتو الا كان عنده ثلاثه ولا اربعه اللي خدامين بزاف يدير لهم هاد الميموار هذا، ولا حتى الخمسه يدخلهم هنا ويتهنى. دابا مثلا دابا عمليه اخرى غادي نديروها، هي اننا عاد ما بقى نعبروا كل حاجه بوحدها، وكل حاجه غنجمعوا لها الثمن بوحدها، بغينا نشوفوا الثمن ديال هادو كاملين شحال تيسوى بلا ما نشدوا لا ورقه لا ستيلو. اش تنديروا؟ تنجيبوا هذا مثلا، ها هو ام ان، هذا عرفنا العبار ديالو، ها هو عطانا 3.84. اش تنديروا؟ تنبركوا على ام بلس، يعني غنزيدوا عليه شي حاجه اخرى. تنحيدوا هذا مثلا الحمص، تيقول لك عبر ليا مثلا هادشي اللوبيا، تتحطها هنا. اللوبيا معروف بانها مسجله في ام 2، ما تيهمناش حنا دابا الثمن ديالها. دونك 20 درهم تتعطيك 11.68. تنبركو على ام بلس، هاي تزدنا هذيك القديمه على هذه ولات 15. مثلا غادي نزيدو عليهم هذا الروز هذا اللي درناه في ام 3 كما تشوفوا 30 درهم 14.58. غادي نديرو ام بلس، هي ولات 30 فاصله، لان كانت 14.15 ولا 15 ولات 30. دونك المجموع الثمن ديال هادو، هذا كان تيدير 10 دراهم، هذا 20 درهم، هذا 30 درهم، دونك الثمن ديالهم كاملين هو ديك 30 درهم. دونك الطريقة هادي باش مابقاش نعاودو العبار، ولا مابقاش نهزو ستيلو، ولا واخا يكون عندنا حتى 20 بياسة، لأن هذا ميزان ذكي، واللي عارف يخدمو غادي يربح فيه الوقت، وغادي يربح المجهود، وغادي يعطيه روندومون مزيان. مسائل أخرى اللي باش الصيانة ديالو هو أن فيه بطارية، فيه باتري،
وضروري هاد الباتري هذا مره مره في الشهر خصكم بقا تشارجيوه، لان الا كان الباتري بقى مده ما خدمش راه غادي يموت الباتري. وراه يقدر دير ليه الضو وهو خدام، ونفس الوقت خدام واخا بالباتري هو بالضو خدام وتيتشارجا. وباش نديرو مراجعه سريعه ونختموا هذا الفيديو هذا، غادي نمشيو للطار، يعني فاش بغيت تعبر هذه ما بغيتش تبقى تعبر للكليان، تتبرك على الطار تتبدل للصفر. دونك عاوتاني حيت تبغي تحيدها مثلا وترك الميزان تتبرك على الطار ديما تيبقى لك داك الصفر. الطريقه النقطه الاخرى هي انك تتميموريزي الثمن ديال كل ماده، مثلا هاد الحمص هذا بغينا ندخلوه في ام اه كي تنديرو تنمشيو تنديرو 10 كما درنا قبيله، تنفتحوا الميموار تيعطينا السيف هنا تندخلوه في ام اه. دوك هو عقلات على ام اه، دوك هذا دابا ولا معروف ام اه، مع كثره الاستعمال بقى تيكون حافظ هاد الشيء هذا. المساله الاخرى هي فاش تبغي تجمع الحساب بلا ما تشد لا ماكينه الحساب لا ستيلو، تتحط كل حاجه هذه عرفناها كنا عرفناها بام اه، تدير ام ام بلس تتحيدها، تجيب المساله الاخرى تتبرك على ام 2 20 درهم تتعطيك 11 فصيله، تتعطيك ام بلس هي ولات 15.5 15.5 زائد هذا هذا اللي كنا درنا ليه ام 3 14.5 دونك تتعطينا 30، تدير هكذا تتعطينا 30. دونك المجموع ديال الدراهم ديال هاد السلعه اللي دخلنا هنايا والثمنات اللي درنا لهم على حسب الثمنات اللي درنا لهم هو 30 درهم. حتى لهنا تنكون ساليت هذا الفيديو هذا باش ما نطولوش، لان كثير ما يتقال في هذا الميزان هذا، وكاين بعض الامور اللي ما ربما ما طرقت ليهاش ما وصلت ليهاش، لان باش نطولوه بزاف درس طويل. وحتى اللي عنده شي سؤال يطرحوا لنا في التعليق وغادي نجاوبوا عليه. وإذا كنت اول مره تشارك معنا في هذه القناه، دعوه الى الاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات باش يجيكم الجديد، وما تنساوش شي لايك وكون فعل ترك. تحياتي والى اللقاء.